في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات رحل عنا الشاعر رجب مفتاح المهجري، وهو الحقوقي الذي اختير وزيراً للعدل في آخر حكومات العهد الملكي في ليبيا التي تولاها ونيس القذافي، الذي رحل هو أيضاً في مثل هذا الشهر ولكن قبله بيومين. ولد في مدينة درنا عام 1930 وتيتم مبكراً، درس الشهادة الثانوية في درنا وأكملها في بنغازي، ونال سنة 1951 شهادتها من مصر. تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1956، التحق بالنيابة العامة وتدرج فيها حتى أصبح رئيس نيابة بالمحكمة العليا، وفي عام 1965 اختير مستشاراً مساعداً بالمحكمة العليا. في عام 1968 عين وزيراً للعدل، ومن بعد الإطاحة بالنظام الملكي اشتغل بالمحاماة من عام 1970 إلى أن خضعت المهنة إلى نظام جعل منها هيئة شعبية. ومن عام 1980 عمل مستشاراً للشؤون القانونية في عدة مؤسسات، آخرها بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. شغفه مبكراً بالشعر، سببه شقيقه الأكبر المغرم بالشعر. كانت المرأة والوطن هما محورا شعره، ولكن الشعر يحتاج إلى لغة، والتعلم كان صعبا زمن الحرب، ولكنه وجد طريقه نحو أساتذة أجلاء، منهم عبد الكريم جبريل الذي يعد له الفضل في تكوينه الأدبي، وأحمد فؤاد شنيب والمبروك الجباني. مشاركته في الندوات والمؤتمرات التي كانت تعقد في درنا عام 1945 وتنظمها جمعية عمر المختار بدرنا عرفته جريدة الوطن الليبية ومجلة الرسالة المصرية، فكتب أول قصائده وعمره 16 عاماً ونشرت في مجلة الفجر عام 1947. لم يصدر له ديوان شعري في حياته، وإنما صدر له بعد وفاته ديوان بعنوان في البدء كانت الكلمة. رحل عنا يوم 3 ديسمبر من عام 2012، ووسد ثرى بنغازي في اليوم نفسه.